صون رحمنا يا الله كريانا صون كريانا صون اسمعنا ورحمنا كريانا صون كريانا صون يا رب ورحمنا صون كيريا لاي صون اسمعنا ورحمنا كيريا لاي صون كيريا لاي صون يا رب ورحم كيريا لاي صون كيريا لاي صون رحمنا يا الله قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك كرامتك ارحمنا على الأرض بكل أيها الثالث قدوس ارحمنا أيها رب إله الكوات كمان لأنه وليس لنا ما يمشي اليد نودك نصائك حل واغفر اصفنا عن سيئاتنا التي صنعناها بغيرتنا والتي صنعناها بغيرتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخائفة والظاهرة يا رب اغفر عن الاسم القدوس الذي نزل علينا رحمتك يا رب ليس خطايانا بأن الذي في السماوات قدس اسمك ليت ملكوتك ومشيئ كما في السماء كذلك زنا كففنا عطينا اليوم فلنا ذنوبنا كما نغفر رحمة أيضا المذنبين إلينا لا يدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمساء صارب لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين ارحمنا اللهم ارحمنا يا من في كل ساعة السماء والأرض مسجود له مجد المسيح لنا الصالح طويل الروح القصير الرحمة جزيل التحنن الذي يحب الصديقين الخطاة الذي منورا الذي لا يشاء ما تخاتم اسمع يرجع حد على كل خلاص لقد مؤخرات منتظرة يا رب من نافذ الساعة كل ساعة البطن صال حياتنا ارشدنا على المصاياك قدس أرواحنا طهر أجسامنا قم أفكارنا نقي نياتنا واشفي أمراضنا واغفر خطايانا نجينا كل حزرة دي وعلى قلب حياتنا القديسين لكن معاصكم محفظين مرشدين اتحاد الإيمان ولا معرفة مجد غير محسوس غير محدود فأنك مبارك للأبد أمين اللهم اجعلنا مستحقين كل بشكر أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليت ملكوت تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض زنا كفافنا أعطينا اليوم فلنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إليك لا يدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس أمين بركة وسلام سلام للكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة رسول أمين اذكر يا رب الذي
صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدمتنا الذين قدموها. ميلو ينجف من ورومي في هناك بوني ابتوي صوي صوت بنت عربي افر شينا نيسي سياني برس فوران شوبوي بخريستوس ب ان شويس امين تنجي بابن ما اثواب بارك لي سيون سانكيوس ان ابن ما كنا امين لوغيتوس كيريوس او سيوس ايستوس يوناس امين نس نوستيروس موي فشويس مروز مرو بنجينيلا اوستيرو جاب ابن ايتاك ريا كون او شوف شايني امين هللويا سابتريك ايوكي Agio pneumati kininkai, Jesus eonas ton eonon, amin, alleluia. Lille flogi iti, ierni pa, et omnevmati, so, اي اونو وساي انس اوف كون مارين توروفوس انت فيري ايرون كان باي اوس وافاين نو تيرو انت بن اون كان هرين ني فين ان شبي بان توكا اتو او ابشيسي بين نو اوتي روسافيكساستي نيالا الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح نشكرك على كل حال من أجل كل حال وفي كل حال لأنك استرتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا عضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة اطلبوا لك يرحمنا الله ويترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات آتك القديس منهم بالصلاح عنا في كل حين ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرة خطايانا يا رب ورحمة من أجل هذا نسأل نطلب من صلاة
يا محب البشر امنحنا ان نكمل هذا اليوم المقدس وكل ايام حياتنا بكل سلام مع مخافتك. كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزع عنا وانسى وعن هذه المائدة المقدسة وعن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة وعلى العقارب وعلى كل قوات العدو. هذا اليوم أباء الكهنة والشمامسة والإكليلس وكل الشعب وضعفي نكون محللين فم ثالوث قدوس الآب والابن والروح القدس فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفواه الاثنى عشر نصر ومن فم ناظر إله إنجيل ماركوس الرسول تارو الشهيد بطرارك القديس أويرس ومعلمنا ديسكورس قديس أساناسيس الرسول القديس بطرس خاتم الشهداء ورئيس الكهنة قديس يوحنا ذهبي الفم القديس كاريلس القديس باسيليوس القديس غرغوريوس من أفواه 318 مجتمعين بنيكيا والمئة والخمسين بالقسطنطينية والمئتين بأفسس فما بين الطباو المكرم رئيس الكهنة البابا المعظم أنبا تودروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا المطران الأنبا ماركوس فما أباء فما حقارات لأنه مبارك مملء اسم قدوس الآن وكل أوان ودهر الدهور أمين. بولس الرسول للعبرانيين بركات علينا امين فانه يصير ابطال الوصيه الاولى من اجل ضعفها وعدم نفعها اذ الناموس لم يكمل شيئا وهما المدخل الذي للرجاء الافضل فيه نقترب الى الله وعلى قدر ما انه ليس بدون قسم لان اولئك بدون قسم قد صاروا كهنه اما هذا بقسم من القائل له
أقسم الرب ولن يندم أنت كاهن إلى الأبد على طقس ملك صادق. على قدر ذلك قد صار يسوع ضامنا لعهد أفضل، وأولئك صاروا كهنة كثيرين من أجل منعهم بالموت عن العمران، وأما هذا من أجل أنه يبقى إلى الأبد أخذ كهنوتا لا يتغير، فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم، لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاة وارتفع أعلى من السماوات، الذي ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة الذين يقدمون ذبائح أولا عن خطاياهم المختصة بهم ثم بعد ذلك عن خطايا الشعب، لأنه فعل هذا مرة واحدة إذ قدم نفسه في أن الناموس يقيم إناسا بهم ضعف رؤساء كهنة. أما كلمة القسم التي كانت بعد الناموس فتقيم ابنا مكملا إلى الأبد. أما رأس من أقول فهو لنا رئيس كهنة مثل هذا، قد جلس عن يمين عرش العظمة في السماوات خادما للأقداس والمسكن الحقيقي الذي نصبه الرب لا إنسان، لأن كل رئيس كهنة يقام لكي يقدم قرابين وذبائح، فمن ثم يجب أن يكون لهذا أيضا شيء يقدمه، فإنه لو كان على الأرض لما كان كاهنا، إذ يوجد الكهنة الذين يقدمون قرابين حسب الناموس الذين يخدمون شبه السماوات وظلها، كما أوحي إلى موسى وهو مزمع أن يكمل المسكن، لأنه قال انظر أن تصنع كل شيء حسب المثال الذي أظهره لك على الجبل. أما الآن فقد حصل على خدمة أفضل بمقدار ما هو وسيط أيضا لعهد أفضل الذي تقرر بموسى بمواعيد أفضل، فإنه لو كان ذلك الأول بلا لوم لما طلب موضع للثاني، لأنه يقول لهم دائما وذا أيام تأتي يقول الرب حين أكمل مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا لك العهد الذي قطعته مع آبائهم يوم أمسكت بيدهم لأخرجهم من أرض مصر، لأنهم لم يثبتوا في عهدي وأنا أهملتهم يقول الرب، لأن من هذا هو العهد الذي عهد به بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب أجعل نواميسي في أذهانهم واكتب على قلوبهم وأنا أكون لهم إلها وهم يكون لي شعبا، ولا يعلم كل واحد ابن مدينته ولا كل واحد أخاه قائلا يعرف الرب، لأن الجميع سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم، لأني سأغفر لهم ذنوبهم ولن أذكر خطاياهم من بعد. فبقوله جديدا جعل الأول عتيقا وأما عتق وشيخ فهو قريب من الفناء. نعمة الله الآب تحل على روحنا يا أبا أخوتي أمين. الكسليكون فصل من رسالة معلمنا القديس يوحنا الرسول الثالثة بركاته على جميعنا أمين. من الشيخ إلى غايوس الحبيب الذي أنا أحبه بالحق، أيها الحبيب في كل شيء أروم أن تكون موفقا ومعافى كما أن طرق نفسك مستقيمة، لأني فرحت جدا إذ حضر الإخوة وشهدوا ببرك كما أنك تسلك بالحق. ليس لي نعمة أعظم من هذا أن أسمع عن أولادي أنهم يسلكون بالحق. أيها الحبيب أنت تفعل بالأمانة كل ما تصنعه إلى الإخوة، وعلى الخصوص إلى الغرباء الذين شهدوا بمحبتك أمام الكنيسة، وتحسن صنعا إذ شيعتهم كما يحق لله، لأنه من أجل اسمه خرجوا وهم لا يأخذون شيئا من الأمم، فنحن ينبغي أن نقبل إلينا أمثال هؤلاء لكي نكون عاملين معهم بالحق. كتبت إلى الكنيسة، ولكن ديوتريفس الذي يحب أن يكون الأول بينهم لا يقبلنا من أجل ذلك. متى جئت فسأذكره بأعماله التي يعملها، حيث يهزي علينا بأقوال خبيثة، وإذ هو غير مكتف بهذه لا يقبل الإخوة، ويمنع أيضاً الذين يريدون قبولهم ويطردهم من الكنيسة. أيها الحبيب لا تتمثل بالشر بل بالخير، لأن من يصنع الخير فهو من الله، ومن يصنع الشر لم ير الله. أما ديمتريوس فمشهود له من الجميع ومن الحق نفسه، ونحن أيضا نشهد، وأنت تعلم أن شهادتنا هي حق، وكان لي كثير لا أكتبه لك، لكنني لست أريد أن أكتب إليكم بحبر وقلم، ولكنني أرجو أن أراك عن قريب فنتكلم مع بعضنا فما لفم. السلام لك، يسلم عليك الأحباء
سلم على الأحباء بأسمائهم، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين. من أعمال أبانا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركة صلواتهم المقدسة فلتكن معي يا أبا أخوتي أمين. ومن بعد أيام قال بولس لبرنابة: لنرجع ونفتقد الإخوة في كل مدينة بشرنا فيها بكلمة الرب وكيف حالهم. وكان برنابة يريد أن يأخذ معه يوحنا الذي يضع مرقس، أما بولس فكان يريد أن الذي فرقهما بموفيا لم يأتي معهم للعمل لا يأخذن معهن، فحصل بينهم خلاف حتى فارق أحدهم الآخر. برنابا أخذ مرقس وأقلع على قبرص، أما بولس فاختار سيلا وخرج وقد استودع من الإخوة إلى نعمة الله، فاجتاز إلى الشام والإكليكية وثبت الكنائس، ثم وصل إلى دربة والإسترة، وإستلميس كان هناك اسمه تيمساوس ابن امرأة يهودية مؤمنة وكان أبوه يونانيا، وكان مشهود له من الإخوة الذين في رست وإيقونية، فأراد بولس أن يخرج هذا معه فأخذه وخدمه من أجل اليهود الذين كانوا في ذلك الموضع، لأن الجميع كانوا يعرفون أن أباهم كان يونانيا، وإن كان يطوف في المدن وكان يشتعلان لهم ناموس بأن يحفظ الأمور التي قررها الرسل والقدوس الذين بورشليم. فكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم، لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم الحادي عشر من شهر مصر المبارك أحسن الله استقباله وأعده عليكم وأنتم مغفور الخطايا والزلات من كبر مراحم الرب أباء إخوتي أمين. في مثل هذا اليوم تنايح القديس الأنبا موسيس أسقف أوسيم. عاش هذا القديس بتولاً ودرس علوم الكنيسة ورسم شماساً، ثم مضى وترهب في برية شهيد عند رجل قديس قضى في خدمته 18 سنة، مداوماً على الصلاة والصوم، متحلياً بالاتضاع والمحبة. ولما زاعت فضائله رسموه أسقفاً على أوسيم، فصار سيرة فاضلة ورعى رعية المسيح أحسن رعاية، وكان زاهداً فلم يقتني شيئاً في كل زمانه. وقد قاس هذا القديس هو والبابا خائيل الأول البطريرك 46 من بطاركة الكرازة المرقسية شدائد عظيمة، وصنع الله على يديه آيات وعجائب كثيرة. ولما أكمل سعيه ووصل إلى شيخوخة صالحة عرف وقت نياحته، فاستدعى شعبه وباركهم، ثم بسط يديه وصلى وتنيح بسلام بعد أن قام على الكرسي أكثر من 20 سنة. بركة صلاته فلتكن معنا
ولربنا المجد الدائم إلى الأبد أمين. أجيوس أوسيوس أجيوس إسشيروس أجيوس أساناتوس أوهيك بارسينو جنسيس إليسون إمان. أجيوس أوسيوس أجيوس إسشيروس أجيوس أساناتوس أصدفرود إزديمس إليسون إمان. Agios oseos, agios escheros, agios asanatos, o anastasis ecton necoron, que anel son esos oranos, eleison imenzon. Zotsemetrike io, que agios nevmatike ninke aenke sose, Nasone onon amina getries eleisoni. Schneele flogite. Ebe brosaf gestasite. Irine pasi. Etom nevmanti. السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب التلاميذ القديسين والرسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبيا وأبرارا كثيرين اشتان يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأن أبصر وليأذانكم لأن تسمع فلنستحق أن نسمع نعمل بإنجيلك المقدس بطلبات قديسي صلوا من أجل الإنجيل المقدس يا رب رحمة اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وصونا أن نذكرهم في صلاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك يا سيد الرب إلهنا الذين سبقوا فركضوا يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا وأنت الذي Cosumento agio evangelio. O ten gives the open of run in Chesintini Guam, Kiriev Logeson and Toka, Tayo and then agio evangelio to Norsma. لسماء الإنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل لمريم معلمنا يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركته So I've been
بنوروتين إسوس بخريستوس بشير مبنوتيمون بينام شايني بيوفا بنوتيبين سانسين كيريين من مزامير تراكين معلمنا داود النبي الملك الطاهر بركاته وصموئيل في الذين يدعون باسمه كانوا يدعون الرب وهو كان يستجيب لهم بعمود الغمام كان يكلمهم نفوسنا جميعا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم انكم ستبقون وتناحون والعالم يفرح انتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول الى فرح المراه وهي تلد تحزن لان ساعتها قد جاءت واذا ولدت الابن لا تعود تتذكر الشدام لسبب الفرح لأنها ولدت إنسانا في هذا العالم فأنتم كذلك الآن ستتكبدون حزنا ولكني سأراكم أيضا فتفرحون ولا ينزع أحد فرحكم منكم وفي ذلك اليوم لا تسألونني شيئا الحق الحق أقول لكم إن كل ما تطلبونه من الآب باسمي يعطيكم إياه إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي اطلبوا فتأخذوا ليكون فرحكم كاملا قد كلمتكم بهذا بأمثال ولكن تأتي ساعة حين لا أكلمكم أيضا بأمثال بل أخبركم عن الآب علانية في ذلك اليوم تطلبون باسمي ولست أقول لكم إني أنا أسأل الآب من أجلكم لأن الآب نفسه يحبكم لأنكم قد أحببتموني وأمنتم أني من عند الآب خرجت من عند الآب وقد أتيت إلى العالم وأيضا أترك العالم وأذهب إلى الآب
قال له تلاميذه: هوذا الآن تتكلم علانيتان ولست تقول مثلا واحدا؟ الآن نعلم أنك عالم بكل شيء ولست تحتاج أن يسألك أحد، لهذا نؤمن أنك من الله خرجت. أجابهم يسوع: الآن تؤمنون؟ هو ذا تأتي ساعة وقد أتت الآن، تتفرقون فيها كل واحدا إلى قصته وتتركوني وحدي، وأنا لست وحدي لأن الآب كائن معي. قد كلمتكم بهذا ليكون لكم فيها سلام، في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقكم أنا قد غلبت العالم. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. زي ما سمعنا الإنجيل، الرب يسوع المسيح بيتكلم عن مع التلاميذ لوحدهم بينه وبينهم. ليه؟ لأن كان الرب يسوع المسيح أثناء كرازته على الأرض كان بيتكلم بنوعيتين. النوعية الأولى أو الأسلوب الأول بيتكلم مع الشعب بأسلوب بسيط سهل يفهمه الناس، لأن الناس في العصور دي كانوا غالباً بنسبة أكثر من 99.9% أميين لا يجيدوا القراءة ولا الكتابة. اليهود يعني فيهم نسبة القراءة والكتابة عالية شوية بس مش هتتعدى 1-2%. بالتالي كان بيكلمهم بأمثال، يقول الكتاب: وكان يكلمهم بأمثال وبدون مثل لم يكن يكلمهم. ليه؟ عشان المثل يبقى قصة بسيطة يحفظها الإنسان وياخد منها عبرة وممكن يكررها في أي وقت، سهلة الحفظ. وفي العصر ده كانوا بيعتمدوا بدرجة كبيرة على الحفظ، لكن لما بيجي مع التلاميذ الوضع مختلف. ليه؟ لأن التلاميذ هم اللي هيحملوا الكرازة باسمه بعد صعوده، فكان يشرح لهم كل شيء، ياخدهم على جنب ويفسر لهم كل شيء بس برضو بالتدريج. ليه؟ لأن التلاميذ من عامة الشعب، في منهم مقبول الضرائب زي بتا، في منهم صياد السمك زي يوحنا وانتراوس وبطرس، يا بطرس وانتراوس أخوه، يوحنا ويعقوب أخوه، هذه تلت التلاميذ معروفين أنهم صيادين. متى جاب ضرائب أو مقبول ضرائب، والباقيين من بقية الشعب. فبرضه رب يسوع المسيح في السنين الأولى كان بيشرح لهم ببساطة. مين هم التلاميذ؟ وليه اختار الرب يسوع المسيح التلاميذ؟ الرب يسوع المسيح هو رب المجد، ملك الملوك ورب الأرباب، صانع الكون، خالق الكون. يقول الكتاب عن الرب يسوع المسيح: الذي هو صورة الله غير المنظور، رأس كل خليقة، الذي فيه خلق كل شيء، ما يرى وما لا يرى، سواء كان سيادات
مياسات أم سلاطين، الكل به وله قد خلق. والقديس يوحنا يقول في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. فهو الله، كلمة الله، صورة الله، لأن الله غير مرئي. فالرب يسوع المسيح هو الله بس بصورته، صورة الله غير المنظور. جه عشان يكرز، وعشان يكرز كان ليه هدفين. الهدف الأول إنه يقدم ذاته فدية على الصليب عشان يخلصنا من خطايانا. الهدف الثاني يدينا العهد الجديد، تعليم جديد، حياة جديدة. طيب هو هيعمل 3 سنين وي، وبعدين يتصلب يصعد للسماء. لو الحكاية وقفت على كده يبقى رسالته انتهت. مجرد ما تصعد هتاخد لها 30-40-50 سنة بكتير وتنتهي. عشان كده عين تلاميذ. من هم التلاميذ؟ زمان كان كل واحد يمشي على رب يسوع المسيح، أو الكهنة أو الكتب أو الفريسيين، كان كل واحد ليه تلاميذ. معلم اليهود كل واحد ليه تلاميذ. فكان اللي بيعتبروا في البداية إن الرب يسوع المسيح معلم من معلم اليهود، بس معلم عظيم، معلم عظيم. فأصبح ليه تلاميذ. التلاميذ دي كان ممكن عددهم يزيد عن 50,000. يعني شفنا احنا في اليوم اللي أشبع فيه خمس الجمعة بخمس كبسات وسبكتين، ان الناس اللي اتبقوا عند غروب الشمس، وزمان ما كانش فيه كهرباء ولا إنارة، ان الناس الواحد بدري كثير، اللي اتبقوا 5,000 رجل غير اللي معهم من نساء وأطفال. كل دول كانوا بيعتبروا نفسهم تلاميذ. فالرب يسوع المسيح اختار منهم 12، بعد شوية عين كمان 70. لكن القديس بولس يقول لنا ان كان في كمان اكتر من 500 اخ برضو كانوا نوع من التلاميذ. ولما قام الرب يسوع المسيح ظهر لكل هؤلاء، لل 12 ولل 70 والاكثر من 500 اخ. فاصبح عندنا رسل المسيح طلعت 12 رئيسيين، يهوذا انتحر، جه بداله متياس، واصبح عندنا 12 و70 رسول واكثر من 500 اخ. القياده للكنيسه كانت ال 12، يليهم ال 70 وال 500 توزعوا في كل العالم. فالناس دي كانت بتمشي مع الرب يسوع المسيح ليل ونهار. يقول ايه القديس بولس بطرس الرسول لما جم يختاروا واحد بديل ليهود؟ بل ينبغي أن أحد الرجال الذين كانوا معنا منذ أن دخل إلينا الرب يسوع المسيح وخرج يكون شاهد من معمودية يوحنا إلى يومنا هذا، يكون شاهدا بقيامته معنا. حط شرط إن اللي يجيبوه بدل يهوذا يكون واحد من اللي كان مع الرب يسوع المسيح من على الأقل من معبدية يوحنا. وبعدين الجملة اللي علينا وضحها، ودخل ده يوم أن دخل إلينا الرب يسوع المسيح وخرج، يعني كانوا بيدخلوا معاه بيخرجوا معاه. ليه؟ سبب بسيط، عشان يسمعوا كلامه ويحفظوه، ويشوفوا أعماله ويسجلوها. بس دول مش في المدرسة يسمعوا ويشوفوا، لا ده هم عايشين معايشة معاه، يدخلوا معاه، يأكلوا معاه، يشربوا معاه، كل شيء يعملوا معاه، عاشوا معاه. وهو كان بيعيش معاهم في وسطهم كواحد منهم بس كالمعلم. عشان كده التلاميذ ال 12 رقم واحد والباقيين في بالتدريج كانوا ما بيفرقوش الرب يسوع المسيح ليل ونهار. شافوه في أكله، شافوه في شربه، في خروجه، في دخوله، في كلامه مع الناس، في تعليمه، في كل ما يختص بشخص الرب يسوع المسيح. يعني حفظوه هو شخصيا. ليه؟ كل واحد منهم بالشكل ده بقى إنجيل.
لأنه حافظ كلام الرب يسوع المسيح وتعاليمه وأعماله. كل واحد منهم كان إنجيل لوحده. ليه؟ لأنه حافظ كلام المسيح. المسيح لأنه هو الله، ودي نقطة عاوز أوضحها قوي، ما ينزلش علينا الإنجيل من السماء. لما هو نفسه رب المجد وهو الله، مين هيبعث له من السماء؟ هو الله. لا في ملاك هيجيب وحي، ولا هيجيب كتابة، ولا هيجيب صور، ولا هيجيب ورق، ولا أي حاجة خالص. ليه؟ لأن المسيح نفسه هو الله وكلمة الله، بالتالي كلام الخارج من فمه هو كلام الله، أعماله اللي بيعملها هي أعمال الله، تصرفاته اللي بتصرفها برغم أنه خد صورة إنسان لكن في النهاية هي أعمال الله. القديس لوقا يقول لي وكانت قوة تخرج منه من المسيح وتشفي الجميع. فالتلاميذ أصبحوا هم الإنجيل، يشوفوا بعينيهم أعمال الرب يسوع المسيح، ويسمعوا بودانهم والرب يسوع المسيح ويحفظوها، لكن كبشر كان ممكن ينسوا أو يضيفوا أو يحذفوا. عشان كده الرب يسوع المسيح قال لهم أنا هصعد وأنتوا هتكرزوا بيا الإنجيل، هتقولوا اللي شفتوه بعينيكم واللي سمعتوه بودانكم واللي لمستوه بإيديكم. القديس يوحنا في رسالته الأولى يقول إيه؟ الذي شاهدناه بعيوننا، الذي سمعناه بآذاننا، الذي لمسناه بأيدينا من جهة كلمة الحياة. يا جماعة احنا بنكلم العالم باللي شفناه بعينينا وسمعناه بودانا ولمسناه بإيدينا، ده اللي احنا بنكلم بيه العالم. بس عشان زي ما قلت ما يزودوش ولا يقللوش ولا يضعفوش، قال لهم أنا هصعد عبرة الروح القدس، ومتى حل الروح القدس عليك؟ قبلها بشوية قال لهم لا تقيموا في أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. أوعوا تتحركوا أو تخرجوا أو تكرزوا أو تكلموا حد عني إلا لما يحل عليكم الروح القدس، ومن لعبتة حل الروح القدس عليكم تكونون لي شهود في أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. عشان كده التلميذ لما كان بيتكلم اللي سمعوا بودانه شافوا بعينيه لمسوا بإيديه، بس الروح القدس هنا حكم لا يزود ولا ينقص ولا يتكلم عن نفسه ولا يمجد ذاته. عشان كده لقى التلاميذ كلهم كانوا قمة في التواضع، يذكروا أخطائهم قبل إيه؟ قبل حسناتهم. قعد التلاميذ لما هتصعد الرب يسوع المسيح أرسل الروح القدس. أنا كده برضو حريص عاد نعرف مع بعض ازاي اتكتب الانجيل، عشان في ناس كتير فاهمه غلط. تلاميذ رب يسوع المسيح صعد، فضلوا 10 ايام في العليه، حل الروح القدس على التلاميذ، انطلقوا للكرازه. بدا الكلام اللي سمعوه من رب يسوع المسيح يحفظوه شفوي للناس. عارفين عند الاخوه المسلمين لما بيحفظوا القران لاولادهم وبيحفظوه للكبار، كان التلاميذ بيعملوا كده، لأن بدأ العملية دي اليهود والتلاميذ كيهود خدوا نفس الوضع، والرب يسوع المسيح علم بنفس الوضع، وبعد كده هذا الإنجيل الأسلوب اتاخد فيما بعد. فكانوا بيحفظوا الناس، مع الزمن بدأت الناس تكثر وعدد المسيحيين بقوة الروح القدس يزيد بكثافة غير متوقعة. كانت الكرازة للتلميذ ينزل في، يعني مثلا يقول لنا الكتاب وكانت المدينة كلها تستمع إلى بولس. تخيلوا مدينة بحالها لما توجي تقف على نهر أو عند البحر ويكرز لها بولس ويوم من بينها عشرات الألوف. ليه؟ لأن كان ربنا بيديله قوة شفاء مرضى، إقامة موتى، تطهير برص. كانوا بيعملوا نفس أعمال الرب يسوع المسيح بالضبط، إداهم سلطانه في أعمال الآيات. الناس كانت بتؤمن بكثافة عالية.
نتيجة لاضطهاد التلاميذ، وإن البعض منهم استشهد والبعض منهم مطلوب من القيادة الرومانية عشان فاكرينهم بيغيروا ديانة المدينة، أو بمعنى أصح بيؤمنوا بالمسيح المخلص، يعني ضد في موها غلط ضد الإمبراطورية الرومانية. عشان كده كانوا ببهربانين، يعني مثلا كان القديس بولس بيهرب في المدافن تحت، القديس بطرس اسف، بيهرب في صناديق تحت الارض اللي هي المدافن اللي كان بيدفن فيها الرومان، وكانوا المسيحيين يصلوا في كنايس في صناديق تحت الارض، او يطلعوا في الغطان او في الجرون او في اي مكان زي كده. فالتلاميذ الناس قالوا ايه المؤمنين، طب دلوقتي لو التلاميذ دول استشهدوا كلام الرب يسوع المسيح اللي احنا حافظينه شفوي، ممكن مع الوقت حد يزود عليه او يضيف عليه او يغيره او يعدله او يحرفه، نعمل ايه؟ راحوا ماسكين في القديس بويه، القديس مرقس كان بيخدم مع القديس بطرس وبولس في روما، قالوا له تعال اللي انت بشرتنا بيه انت والقديس بولس والقديس بطرس سجلوا لنا في كتاب، وضيقوا عليه الخناق جدا، مع الزنقه القديس بطرس اللي كان يا ابوه القديس بطرس قريب وشبه خاله كان معاه، وراجل كبير كان لازم المفروض يعني يقول له طلبوا مني وبعد اذنك هكتب الايه الكرازه بالانجيل، ما ادولوش فرصه يروح للقديس بطرس، زنقوا على شوف المؤمنين كان حرصهم قد ايه، قعد يعني الانجيل اتكتب بناء على طلب المؤمنين. فطبعا القديس مرقس لانه كان ناظر الهي انجيلي وكان من الناس اللي هم مرتبطين بالرب يسوع المسيح، وكان الرب يسوع المسيح بيقعد في بيتهم اللي هو بيت السيده مريم ام يوحنا الملقب مرقس، اللي هو القديس مرقس كان بيروح يستريح فيه في جبل الزيتون في العلية في أورشليم، فكان دايما مع الرب يسوع المسيح. وطبعا التلاميذ يجتمعوا في بيته، وكرز مع القديس برنابا وكرز مع القديس بطرس، فكان حافظ كلام الرب يسوع المسيح صم، سواء اللي سمعوا بودانه شافوا بعينيه أو اللي سمعوا من التلاميذ، لأن زي ما قلت التلاميذ كانوا بيحفظوا الإنجيل شفوي للكنيسة. أجبر القديس مرقس على كتابة الإنجيل، أول ما شاف القديس بطرس فرح جدا وقال له اعملوا انشروا في الكنيسة. القديس لوقا لقى إن القديس بطرس دخل السجن، قعد في السجن سنتين، راح على أورشليم قابل العذراء القديسة مريم، قابل تلاميذ الرب يسوع المسيح اللي موجودين في أورشليم واللي موجودين في أنطاكيا في سوريا، وقعد معاهم وخد منهم كل اللي هو عاوزه من أعماله وتعليم الرب يسوع المسيح، وكان في إيده إنجيل القديس الإنجيل للقديس مرقس، خدهم خد الإنجيل القديس مرقس وقابل إيه التلاميذ اللي هم في أورشليم واللي هم في أنطاكيا، كتب الإنجيل بالروح القدس. قديس متى في حتة تانية شاف نفس الوضع، أنهم هي يعني الاستشهاد قادم لا محالة، راح كاتب أعمال الرب يسوع المسيح وتلميذه في الإنجيل اللي سمته الكنيسة الإنجيل القديس متى. في الآخر بقى سنة 95 كانت المسيحية بتمثل مش أقل من 10% من الإمبراطورية الرومانية، لدرجة واحد من شهداء الكنيسة الأولى القديس يوستينوس بعت رسالة للإمبراطور الروماني بيقول له أنت بتطهدنا ليه؟ ده احنا كمسيحيين موجودين في كل مكان، في الغيث، في الشارع، في السوق، في الجول، في كل مكان، حتى في قصرك في مسيحيين، ما عدا مكان واحد المسيحيين مش هتلاقيهم، في هياكل معابدكم، ده المكان الوحيد اللي ما بخشوش المسيحيين، يعني كان عدد المسيحيين كتير جدا. فجم بعض الشيوخ اللي كانوا مع القديس يوحنا عملوا معاه نفس اللي عملوه بتوع روما،
في القديس بولس ده مسكوه في أفسس. قالوا له أنت كنت بتنام على صدر المسجد. التلاميذ كتبوا لنا أغلب اللي يعني كتير من اللي كرز بيها الرب يسوع المسيح في الجليل والناصرة وكفر نحوم والبلاد الشعبية دي. إحنا عاوزينك تكتب لنا الحوارات اللي دارت بين الرب يسوع المسيح والكهنة والكتب والفريسين في أورشليم. قال لهم طب يا جماعة نصلي وبعد ما نصلي شوف ربنا يرشدنا يقول لنا إيه. فصلوا فكان يبدو أن دراوس أخبطس عايش أرواح مع الرسل مع القديس يوحنا أو حد بنفس الاسم كان برضو بالرسل المسيح بس مش ال 12 يعني يا إما دراوس اللي هو أخو بطرس يا إما دراوس تاني من 70 لأن الأسماء كانت متكررة زي دلوقتي نقول بشوي مايكل بيتر أسماء متكررة. هو طبعا ضغط عليه فجت رؤية للقديس دراوس إن القديس يوحنا يكتب الإنجيل والشيوخ اللي موجودين معاه دول بقايا التلاميذ والرسل واللي انضموا كأساقفة مع القديس يوحنا يشهدوا عليه. فالقديس يوحنا قعد بالروح القدس يتذكر وجاب واحد ماهر من تلاميذه يكتب عشان القديس يوحنا جليلي ولغته اليونانية يعني لغة واحد زي مثلا اخواننا المهاجرين اللي بيسافر اوروبا مثلا بيتعلم اللغة الإنجليزية وبيتكلم بس مش زي واحد تاني إنجليزي سواء إنجليزي أو أمريكي. من هنا قعد القديس يوحنا بروح القدس يملي والشخص ده يكتب والروح القدس مسيطر على مين؟ على الاثنين. خرج إنجيل يوحنا وضم القديس يوحنا الأناجيل الأربعة ما كانتش ليها أسماء فعشان ما تتلخبطش في بعض سموا اللي كتب القديس بولس الإنجيل بحسب ماركوس زي ما احنا بنقول دلوقتي في القداس كاتا بحسب ماركون حسب مورس كاتا مثيون بحسب متى كاتا لوكان بحسب لوقا كاتا يوحنا بحسب يوحنا بحسب يوحنا. فميزة الأناجيل تقريبا وقت حياة يوحنا بعد استشهاده مباشرة عشان يبقى معروف ما يبقاش فيه خلط. من هنا كان دور التلاميذ الأول كانوا كتلاميذ أو كأناجيل متحركة الإنجيل مخزون جواهم شافوه بعينيهم سمعوه بودانهم لبسوه بإيديهم لكن بعد كده كتبوه في الكتب. هم طبعا تقريبا كلهم استشهدوا مع هذا القديس يوحنا وبعدين كلهم بقى سابلنا كل واحد يعرف ان في انجيل اتكتب يروح واخد نسخه منه وينشره في البلاد اللي هو بيكرس فيها. فانتشرت الاناجيل قبل نياحة القديس يوحنا بسنين طويله. كل انجيل اتكتب يعملوا منه نسخ ويوزعوه على الكنائس مثلا يبعتوا نسخه في اسكندريه نسخه في روما نسخه في افسس نسخه في غلاطيا في كل البلاد وفي البلاد دي يعيدوا النسخ من جديد ويوزعوا النسخ لدرجة إحنا عندنا جزء من إنجيل يوحنا حتة صغيرة من سنة 100 مكتوبة سنة 100 ما بين 107 و115 لوها في الفيوم في مصر. لما توصل الفيوم سنة 115 وزمان ما كانش فيه لا طيارات ولا قطارات ولا أي وسيلة مواصلات يبقى ده معناه إيه؟ الإنجيل كانوا وزعوا على بعض بسرعة رهيبة فانتشر الإنجيل في كل مكان. عشان كده دور الرسل مهم جدا لأن المسيح لخص اللي قلته في جملتين ثلاثة المسيح هو الله فمش ممكن هيبعت وحي من فوق ما هو نفسه معانا هو بلاهوته موجود في كل مكان بلاهوته موجود في مكان معين فهو معانا هو معانا. ده حتى في القرآن يقول إيه عن المسيح ويعلم إن الله يعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. هكرر لكم دي تاني في القرآن يقول عن المسيح إن الله يعلمه الكتابة والقراءة و...
والكتابة والقراءة والحكمة والتوراة والإنجيل. يبقى مين المعلم المباشر بالنسبة للمسيح عند الإخوة المباركين عند إخواننا المسلمين؟ مين اللي علم المسيح؟ من وجهة نظرهم الله، ملوش معلم بشر. بالتالي بما إنه هو حفظ التوراة حسب كلام القرآن، وفي نفس الوقت حفظ الإنجيل، بس إحنا بالنسبة لنا الإنجيل أعماله تعليم الرب يسوع المسيح، وحفظ الحكمة، كل ده من الله. محتاج ملاك يجيب لنا إنجيل من السماء؟ ما هو نفسه نازل من السماء. عشان كده المسيح هو الإنجيل النازل من السماء، أو بمعنى أصح الله النازل من السماء، وحول كل تلاميذ كل واحد فيهم إلى الإنجيل، يشوف بعينيه ويسمع بودانه ويلمس بإيديه. أخيراً اتكتبت الأناجيل اللي هي أعمال وتعليم الرب يسوع المسيح عن طريق هؤلاء الرسل اللي هم الأناجيل الأصليين، عشان قبل استشهادهم أو وفاتهم أو نحيتهم اتكتبت الأناجيل، والكنيسة والشعب فرح بيها لأن الشعب هو اللي طلبها، والشعب قال لها. بس كل ده كان بيتم إيه؟ بتوجيه الروح القدس. عشان كده لما نشوف الرب يسوع المسيح وبيكلم تلاميذ المكالمة الخاصة دي بيقول لهم كلام كتير جدا. انتوا هتحزنوا لما صعد، لكن حزعلكم او حزنكم ستحول الى فرح. وده مثال على المرأة وهي تلد تحزن بسبب ألم الولادة، لكنها تفرح لأنها ولدت إنسانا للعالم. أنتوا هتحزنوا بالصعودي، لكن أنتوا والعالم هتفرحوا. ليه؟ لأن أنا هكون معاكم إيه؟ إلى الدهر. ولما جه يصعد قال إيه؟ وها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. أنا رايح السماء لكن مش هسيبكم، لأن أنا معاكم كل الأيام وإلى انتهاء الدهر. كل سنة وأنتم طيبين، ربنا يبارك فيك وحافظ عليك وحافظ على الكنيسة من كل سوء وكل مرض، وربنا يبارككم جميعا. امين. أنيتك نوم اسمي نيس وانتباي إهو بيواي بيواي كتا بفراني من راتي انتبي كريستوس Sophia Sebros, Homen, Krialison, Krialison, Hinomis me, Haki got in Omen Bila and Wahed Allaula, Abdul Kul, Khalik Semewalar, Mayrom, Melayron, Omen Barabinwa, Sal Masi, Hedna Lalwa, El Maulud Nerekulakula Dur, Norman Nor, Ela Hakim Lahak, Maulud El Makluk, Seule Fugal, Lady Vikan Kulashay. هذا الذي من أجله نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس، مر مع أغريت الناس وصلب عنا على ديبلاطس البنطي، تألم وكبرى قام بالأموات في اليوم الثالث من القدوم، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي، وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن انقدار. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحب باسم الآب نسجد له ونمجده مع الآب والاب الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعادية واحدة لمغفرة خطايانا. ننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية. Sleep, Lord, get it.
جبل الإنسان على غير فساد والموت الذي دخل العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد الجيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات هذه التي أساكر الملائكة يمجدونك بها قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المصارى صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطائرة الرسولين يا رب ارحم بمسرتك يا الله قلوبنا من سلامك وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الماو وجعلنا مساكين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغيرك في دينونة من موهبة غير الميت السمائية بالمسيح يسوع ربنا قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة يا رب رحم يا رب رحم يا رب رحم نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي اسمعنا وارحم امنا تقدموا على هذا الراس كفوا بخوف ورعدة إلى شرق زرون نصير بشفعة والدة ليلى قديسة مريم يا ربنا املأ إيمان في خطايانا نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك تيت خلصتنا رحمة السلام ذبيحة التسبيح الرب معنا ومع روحك أيضا مستحق وعادل مستحق وعادل المستحق وعادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل
أيها الكائن السيد رب إلى الحق الكائن قبل الدر والمالك إلى الآباد الساكن في العالي والناظر إلى المتواضعان الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا لنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت به كل شيء ما يرى وما لا يرى الجالس على كرسي مجدي المسجود له من جميع القوات المقدسة أيها الجلوس كيف الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملك الرأسات والسلطات والكراسي والأرباب والقوة وإلى شرق انظروا أنت هو الذي يقف حولك الشاروبيم الممتلئون أعينا والسرافيم ذوي الستة الأجنحة يسبحون دائما بغير سكوت قائلين الشيروبيم يسجدون لك والسرافيم يمجدونك صارخي قائلين قدوس 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 رب السماوات السماء والأرض مملوء ثاني من مجدك قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاض بل تعتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدوس ومن العذراء القديسة ماريا تجسد لنا بالميلاد الفوقاني من الماء والروح جعلنا له شعبا مجتمعا صيرنا طارا بروحك القدس هذا الذي أحب أخصته الذين في العالم سلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا
هذا الذي كنا ممسكين به مبعين من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم من قبل الصليب. الثالث صعد إلى السماوات جلس عن يمينك أيها الآب رسم يوما للمجازاة هذا الذي يظهر في اليدين المسكونة بالعدل يعطي ويجازي كل واحد كنحو أعماله رحمتك يا أن يسلم نفسه للموت عن حياته العالمين أخذ خبزا على يديه الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطوباويتين المحيي نؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين نظر إلى أفوق نحو السماء لك يا الله أبا وسيد كل أحد وشكر آمين وبركه آمين نؤمن ونعترف ونمجد قسامه وأعطى أيضا لخواص التلاميذ القديسين ورسل الأطهار مكرمين قائلا خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوه لدي هذا هو بالحقيقة يا الكأس أيضا بعد العشاء مزج من خمر وماء وشكر آمين وبارك آمين آمين وأيضا نؤمن ونعترف ونؤمن وأعطى أيضا لخواص التلاميذ القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا خذوا اشربوا منه كلكم لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى
لمغفرة الخطايا هذا اصنعوه لي ذي اي 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 هذا هو ايضا بالحقيقة تأكلون منها هذا الخبز وتشربون منها هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن آمين 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 بموتك رب نباشر وبقيامتك القدسة وصعودك إلى السماوات نعترف نسبح نباركك نشكرك يا رب ونتضرع إليك يا إلهنا نحن أيضا نصنع ذكرى آلامه المقدسة وقيامته من بين الأموات وصعوده إلى السماوات وجلوسه عن يمينك أيها الآب وظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال اسجدوا لله بخوف ورعدة نسبحك نباركك نخدمك نسجدك هذا الخبز يجعله جسدا مقدسا له نؤمن ايضا دما كريما للعهد الجديد الذي لا ايضا حقا نؤمن لمن يتناول منه يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم كان مساقين كل الناس سيدنا تنام قصتك تهارت انفسنا سيدنا روحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحد نجد نصيبا ومراسا مع جمع قديسين الذين ردوك منذ البدء اذكر يا رب سلامة كنيسك الواحدة الوحيدة المقدسة جمع الرسولية صلوا من أجل سلام كنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجمع الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسة سي يا رب اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لما سوى السلام جميع الاعصاب والاكسين الذين فيها اولا اذكر يا رب ابانا الطبال المكرم رئيس الاساقفه بتركنا بابا بطرس الثاني شرف الرسوليه ابينا المطر المكرم الانبا مرخو من اجل رئيس كانتنا البابا المعظم الانبا طرس الثاني بابا بطرق رئيس
أصل كافة المدينة العظمى الإسكندرية وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا المطران المكرم الأنبا مرقس وسائر أصل كفاتنا الأرثوذكسية. كلمة العقب السقامة أنا بمعرى كنيسك المقدسة لعرقتك بالسلام أذكر ربي أبين القمامسة والقزرق والشمامسة صلوا من أجل أبين القمامسة وأبين القصص وخطنا شمامسة والإبز يقنين وسبع طغمات كنيسة إلا يا رب الذين في البتراء طهرت كل شعبك المؤمن اذكر يا رب أن ترحمنا كلنا معا خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك كل المادرة بين الأرثوذكسيين صلوا من أجل خلاص العالم ومدينته وسائر المدن والأقاليم والجزائر والأديرة يا رب تفضل يا رب مياه النار في هذه السنة باركها طلبوا عن صعود مياه الأنهار في هذه السنة لكي يباركها المسيح لهنا ويسعدها كمقدارها ويفرح وجه الأرض ويعولنا نحن البشر ويعطي النجاة للدواب ويغفر لنا خطايانا يا رب ارحم اسعدك مقدارك نعمتك فرح وجه الارض حرسها وتكسر اسمارها أدى للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليك باركك للسنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن كل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعام في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطي طعاما لكل ذي جسدين املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذا كلنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح للمعوزين يا رب ارحم اطلاقا للمزبيين في الساب قيودا للايتام كيريا ليسون مساعدة للارامل المتضيقين اكفهم بالخيرات يا رب ارحم الساقطون أقمهم القيام ثبتهم كيريا ليسون الراكضون
اذكر من معترفون اقبل الى يوم تلباته يا رب رحم الخطاة الذين تابوا دم مؤمنيك مؤمنيك دم شهدائك الذين هنا جعلوا متشبهين بملائكتك ونحن أيضا المدعوين بنعمتك إلى خدمتك ونحن بغير استحقاقك بنا إليك يا رب رحام يا رب رحام يا رب يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم آتهم كلهم الأجر السماوي صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدمتنا والذين قدموا تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء بعد القديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان وبالأكثر القديس المملوء مجد العذراء كل حين وليأتي الإله القديس الطاهر مريم التي وسط الله الكلمة بالحقيقة والقديس يوحنا السابق الصابق والشهيد والقديس تمرس ري الشمس وأول الشهداء وناظر الإله الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد والبطريرك القديس سميرس ومعلمنا ديسكوروس والقديس أثناسيوس الرسول والقديس بطرس رئيس الكهنة وخاتم الشهداء والقديس يوحنا ذهب الفم والقديس سادس والقديس ساوفيلوس والقديس ديمتريوس والقديس كيرينوس والقديس باسيليوس والقديس غرورس الناطق بالإلهيات والقديس غرورس الأجاب والقديس غرورس الأرمنيم والسلاس 118 وقت بالقيام 150 بالقسطنطينية والمئتين بأفسوس أبانا الصديق العظيم أنبنطونيوس البرام بابولم والثلاثة أنبا ومقارات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب أبانا أنبا يعنس القمص وأبانا أنبا بشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا أنبا بولا الطموي وحسقيا التلميذ وسيد الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس والتسعة والأربعين شهيدا شيوخشيات والقول القديس أنبا موسى ويحنس كامل قس بان أنبا دانيال الأموسى بان أنبا إسزيروس القس بان أنبا باخوم عب الشركة وتدروس تلميذه بان أنبا شنود رئيس المتوحدين وأنبا ويصا تلميذه أبان أنبا إبراموس كوف الفيوم والجيزة أبان القمص ميخائيل البحيري تلميذه أبان القديس البطريرك
حبيب المسيح البابا الأنبا كيرلس السادس والقديس حبيب قرقس رئيس الشمامسة العلامة والمعلم كل مصاف قديسيك هؤلاء الذين صلاة موت الباطم حمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس المبارك الذي دعي علينا القارئون فليكون أسماء بين البطارق القديسين الذين ركضوا الرب إلي نفسهم أجمعين واغفر لنا خطايانا بركاتهم المقدسة فلتكن معنا آمين المجد لك يا رب يا رب Vantastos eos
مويت خاغوني خوني تكمت اورو اينا نمخم فاي كاتفريتي اونخنو بنيفل انت بتشي او انت بتشي اسمو او انت بتشي ايسي انجيبك نشتن را نس اوام انو بنيفل التايوت او هيت اسماروت نميسوس بخريستوس بك من ريت انشيري نمبي ابن ما اس اواب السلام للكل ولروحك ايضا ايضا فلنشكر الله ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا لنا أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا لفوق ونخدم اسمه القدوس، هو أيضا فنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة وصعود أسرار الإله الغاية الماء أسجد لجسدك المقدس والدم الكريم ولدمك الكريم ولدم لمسيحك الضابط الكل الرب إلهنا آمين آمين صلوا يا رب ارحم حمل الله الذي يحمل خطية العالم كله كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب ارحم الجالس على كرسي مجدي الذي يقف أمامه جميع الطغمات السمائية الذي تسبح الملائكة بأصوات البركة ويخر يسجد له رؤساء الملائكة كيريا ليسون كيريا ليسون يا المخلوقات الغير المتجسدين يقولون تسبحة الثلاثة التقديسات والأربعة وعشرون قسيس جلوس على كراسيهم وأربعة وعشرون إكليل من ذهب على رؤوسهم وأربعة وعشرون جام من ذهب في أيديهم مملوءة بخول الذي هو صلوات القديسين كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب رحام ويسجدون أمام الحي إلى أبد الآبدين كيريا ليسون كيريا ليسون
صون يا رب رحام. والمئة والأربعة والأربعون ألفا البتوليين غير الدنسين يسبحون الرب قائلين قدوس 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 أمين هللويا. الثالوث الأقدس ونسبحه قائلا قدوس الله الآب ضابط الكل أمين الليل ويا قدوس ابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا أمين الليل يا أولي ويا قدوس الروح القدس الباراقليت أمين الليل ويا مجداً والية الإله الطائرة القديسة مريم العذراء أمين هللويا أمين هللويا مجداً هذه الذبيحة التي ذبحت عن حياة العالم كله أمين هللويا خلصنا الصالح قائلا إن جسدي هو مأكل حق من أجل هذا مخلصنا الصالح صرخ قائلا إن جسدي مأكل حق هو ودمي هو مأكل حق ودمي هو مشرب حق من يأكل جسدي ويشرب دمي يكون فيا وأنا أيضا أكون في يا ليسون كيري يا ليسون يا رب برحا من أجل هذا صرخ مخلصنا الصالح قائلا أن جسدي ومأكل حق ودمي مشرب حق من يأكل جسدي ويشرب دمي يكون في وأنا أيضا أكون في يا ليسون كير يا ليسون يا رب رحام نسألك يا سيدنا طهر أنفسنا أجسادنا وأرواحنا لكي بقلب طاهر ونفس شفتين نقيتين ونفس مستنيرة وجه غير مخزين وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة رجاء ثابت وصبر كامل ورجاء ثابت نكسر بدلة بغير خوف أن نطلب إليك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول جيبين يو في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض مجدنا كفافنا أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين Falasimos
كيريو اكلنا نصيت بخوف الله من يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم سيد القديسين مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس آمين. واحد ولا بالقدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدوس آمين. جسد مقدس ودم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا آمين. آمين. مقدس وكريم جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا آمين. آمين. كسب ودم إيمانويل إلهنا هذا هو بالحقيقة آمين. 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 أؤمن 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 وأعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا وملكتنا كلنا وأذت للقديسة الطيرة مريم جعله واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي سلموا عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادة وحد كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوت لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى أن غفران وخلاص الخطايا حياة لمن أبدية لمن يتناول منه أؤمن 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 أن هذا هو بالحقيقة آمين. بالحقيقة آمين. نبو عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا من أجلهم أن نذكره ببيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح معكم رتلوا بنشيد قائلين الليلويا صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار مقدسة الطير السمائية يا رب رحام. Amen.